السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ومباراة جديدة. ومباراة اليوم ان شاء الله تكون مباراة ديال تلاميذ ضباط الصف القوات البرية بالنسبة للخريجي معاهد العليا للتكنولوجيا التطبيقية، يعني بالنسبة لخريجي الاو اف بي بي تي. فاخر اجندة المباراة هي 4 يوليوز 2021، يعني 4 في شهر 7 2021. بالنسبة لطبيعة الحال التخصصات اللي طالبين هما دول اللي كتشوفوهم هنا في الشاشة. غنحاول نطلع عيني الشاشة شوية شوية باش يبان لكم مزيان. هانتوما كما كتشوفو مساعد في طب الأسنان، السمع البصري، الآليات والأدوات الصناعية، هاما كما كتشوفو كاملين كاين هنا. هانتوما نحاول نعود بشوية باش تقدرو تشوفو، واللي بغا يوقف يزيد يقرا يقدر يوقف. هاما كما كتشوفو هما التخصصات كاملين. كما غتلاحظو كاين بزاف ديال التخصصات. ندوزو الشروط، يعني بالنسبة لي خصهم يكونو فيك باش تقدر تنجح في هاد المباراة هادي. أول حاجة خصو تكون عازب أو العازبة، حتى هاد المباراة خاصة بالإناث وكذلك الذكور. طبيعة الحال بدون سوابق عدلية. بالنسبة للسن ديالك مخصوش تتجاوز 25 سنة. في 16 غشت 2021، يعني ميت تكون مثلا 17 غشت 2021، مخصوش تكون يعني دخلتي في 26 سنة، تكون باقي عندك 25 سنة. طبيعة الحال تكون عندك البكالوريا ديالك. من بعد يعني دبلوم آخر تكون عندك، يعني دبلوم تقني متخصص. شرط اخر هو التمتع بصحه جسمانيه جيده. بالنسبه للقامه، بالنسبه للذكور هو 1.65 متر، وبالنسبه للاناث 1.60 متر. واخر شرط هو ان يتم قبولك او لقبولك من طرف لجنه الانتقاء الاولي. بالنسبه للتسجيل فالسيت مازال متحل، يعني كما كتشوفوا هنا يقول لك يتعين المترشحين والمترشحات المتوافقين على الشروط اللي عليه تسجيل طلباتهم على موقع الكتروني. هذا الموقع هذا هو قبل 4 يوليوز 2021 كآخر أجل لقبول الترشيحات، يعني آخر أجل هو 4 يوليوز. فكما كتلاحظوا أنا ندخل للسيت وكنلقاه يعني مازال محلو. هانتوما ندخل، هانتوما كيقول لي أن السيت مازال ما تحل، يعني إن شاء الله غير يتحل. غنوري لكم طريقة ديال التسجيل. بالنسبة لاستدعاء المترشحين فكيديروا واحد الانتقاء أولي اعتمادا على المعدل المحصل اللي تلقى المعدلات السنة الأولى والسنة الثانية من سلك التكوين. يعني خصو يشوفو لك النقط ديالك ديال السنة الأولى والسنة الثانية. بطبيعة الحال يعني كينتقيو بعض المترشحين عندهم نقط مزيانة، ومن بعد يعني المترشحين الآخرين كيكونوا يعني تاهما النقط ديالهم مزيانة بحق ماشي بزاف. بالنسبة لتنظيم المباراة فكيستدعو المترشحين والمترشحات اللي تم اختيارهم لإشياء المباراة. بطبيعة الحال من بعد عاد كيحددو التاريخ الإشياء، يعني الاختبارات كدير لكم اختبارات طبية، اختبارات بدنية، اختبارات نفسية، بالإضافة لاختبارات شفوية. وطبيعة الحال ما تكونوا عاد تشوفوا يعني دوزوا هاد الاختبارات هادو بإذن الله يخرجوا النتائج، تكون دوها كل وزن الرياضة. كذلك بغي نقول لكم أنه كاينة يعني مباريات واحدة أخرى، كاينة كيما هادي، كاينة هادي بطبيعة الحال هادي القوات البرية، كاينة كذلك كيما كتشوفوا هنايا كاينة القوات البحرية كذلك دايرة مباراة. هما كيما كتشوفوا دايرة ثلاثة ديال التخصصات فقط. بالنسبة للشروط فهما نفس الشروط، هما كيما كتشوفوا نفس الشروط، نفس آخر أجل، نفس الحاجة. وكذلك كاينه هنايا بالنسبه لضباط الصف القوات الجويه كذلك عندهم مباراه. بالحق يعني هنايا كيكون كلشي يعني تخصص فحال البريه، البريه كيكونوا فيها بزاف تخصص. كما كتلاحظوا هنايا هادو التخصصات ديال الجويه، هما كاينين هادو كاملين هنا، السمع البصري، الاليات والادوات الصناعيه، هما كاملين كاين هنا. بالنسبه للشروط فهي نفسها، يعني بالنسبه للطول وكلشي نفسها، واخر اجل نفسه. وطبيعه الحال الطريقه ديال التسجيل كما قلت لكم راح تكون نفسها ان شاء الله، غير غادي يحلوا يعني الموقع غادي نقول لكم الطريقه ديال التسجيل. وهادشي اللي كاين كنتمنى لكم التوفيق كاملين. كنتمنى لكم ديرنا واحد لايك، كذلك شاركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، وما تنساوش انكم تواصلوا معنا يعني في انستغرام ديالنا الا كان عندكم شي سؤال. كنتمنى لكم التوفيق كاملين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.